ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن حزب الله هم الغالبون جواب لعمومية من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. النتيجة إيه؟ فإن حزب يعني فهم الغالبون، إنما جاء بكلمة عامة فإن حزب الله هم الإيه؟ يبقى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فقد كونوا حزبا من الله إيه؟ والرسول والذين إيه؟ آمنوا. طب ازاي؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، تبقى المساله ويا بعضها ولا لا؟ فان حزب الله هم الغالبون قضيه مكونه من ان المؤكده واسمها وخبرها، نقول هذه قضيه قرانيه وفي حاجه اسمها قضيه كونيه. القضيه القرانيه اللي بنقراها في القران كونية دي واقع الحياة. حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه، أتختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون؟ ما تختلفش. إذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعة تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسمية الشكلية انهم بتوع ربنا، وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش، تقوم تحكم بايه؟ يبقى هم فهمهم انهم حزب الله، انما الواقع انهم في الوقت ده مش حزب الله، وان جندنا لهم الغالبون. قضية قرآنية. فان رأيت اناسا نسبوا شكليا الى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا فقول ان قولكم اننا جند الله وحزب الله في كلام فيه ايه؟ فيه مبالغة وفيه شك. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى ما دام قال وان جندنا لهم الغالبون يبقى تاخدها انت جندي ولا مش جندي؟ لا، انت غلبت ولا ما غلبتش؟ فان كنت غلبت الجندية بتاعتك ايه؟ جندية ايه؟ صادقة. وان لم تكن تبقى الجندية بتاعتك انت فاهم انها جندية، انما في حاجة في نفسك ليس مش جندية. وضربنا لذلك مثلا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صحابته في موقعة احد، وامر الرماة انهم يقفوا موقف خاص، فلما وجد الرماة استهلال نصر المؤمنين على الكافرين واللي بيحاربوا تحت عمالين بياخدوا في الغنائم، قال لك واحنا ليه نضيع ايه نفسنا ما ننزل برضو ناخد الايه؟ لكن الرسول قال لهم اياكم ان تبرحوا المكان دي ولو شفتونا كده عمالين نجري ايه للمدينة ايه. فلما خالفوا امر الله اكانوا جنودا لله بحق؟ تبقى الجندية اختلت ولا ما اختلتش؟ وجود رسول الله فيهم يمنع سنة الله الإيمانية في كونه أن لا تقع؟ طب ده لو وقعت سنة الله وظلوا منتصرين رغم أنهم خالفوا، ماذا يكون الموقف؟ لهان أمر رسول الله في نظرهم. كن يهون أمر رسول الله في نظرهم، دي مسألة سهلة. طيب ديا ولا ينهزموا فيها علشان يتأدبوا؟ وعلشان لما يتأدبوا ايه اللي يحصل؟ يبقى يعضون على امر سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. قال يعني قال، مفهوم؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى جابها ورسول الله فيهم. رسول الله مش يقول طب وعشان خاطر حضرة النبي ما كانش يمشيها، نقول له لا ده مش هتبقى عشان خاطر حضرة النبي، ده ضد خاطر حضرة النبي. لو نصرهم لكانت ايه؟ ضد خاطر حضرة النبي، لانهم خلفوك يا سيدي وانتصرنا. يبقى يعني ده يجرهم على انهم يعملوا ايه؟ على انهم ايه يخالفوا. يبقى نصر رسول الله ولا لا؟ اوعى تفتكر ان ربنا ما اكرمهمش على صنم، عشان ده هو اكرمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. انتوا عارفين الهزو بقى السخرية والتنكيت والبتاع، واحنا قلنا ان هزو
اهل الباطل من اهل الحق والسخرية لون من الانفعال العكس. لما يشيح شبان كده وبعدهم وياهم واحد ملتزم وساعة ما بيأذن الوقت بيتم يروح يصلي وساعة ما بيشوفهم بيبحلقوا الواحدة ماشية ولا بتاع بإن كان وساعة ما بيروح يقعدوا مش عارف إما بيروح تك. طبعا بيبقى في وسطهم ده يعني احنا بنقول عليه بيسموه جردل ويسموه طشت ويسموه مش كده ولا لا ده يوم لازم ما يستقبلش العملية الالتزامية منه إلا بلون من السخرية. ليه اللون السخرية دي؟ علشان ما يفهموش اللي احسن منهم وعلشان يمكن يخلوهم من السخرية دي يفلوا منها ويتبعهم. الله. واحنا كنا قلنا بقى زمان علشان تجرب المسألة دي ان افرغ ان ثلاثة شبان كده واصحاب بعض وحبايب وبعدين اثنين انحرفوا ويا بعض وواحد التزم مش كده وبعدين واحد من المنحرفين قلنا انه يكون عنده اخت ويجيله زميله المنحرف عشان يتجوزها ويجيله اللي منحرف ده اللي سموه الجردل ده ويتجوزها يديها لمين؟ يديها للجردل. الله. مش هيغش نفسه بقى لما يجدوا يقولوا بقى ما تديني ثاني وتدي الواد اللي الجردل دي تقول له انت انا امنها انا امنك عليها انت طب ده احنا دفنينه سوا مش ده اللي يحصل؟ الله. تبقى هي القيم هي القيم ولا لا؟ القيم هي الايه؟ هي القيم. يبقى اذا لما واحد يكون على حق وبعدين يجي ناس على باطل يبقوا مش هيشوفوه في حاله مش قادرين يبقوا زيه يبقى لا اقل من انهم يعزقوه عشان يبقى ايه؟ ما فيش حد احسن من حد. ولذلك مثلا ال- 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 العادات الضاره اللي بتنتشر بين الناس اللي مثلا بيشربوا حشيش ولا اللي بيشربوا يشموا اورين ولا بيعملوا ايه؟ ما هو لما يشوف واحد ممتنع كده يقوم بده يجيب رجله عشان يفضل في الايه؟ في اللعب يقوم يسخر منه بقى. ولذلك اقرا القران بقى شوف عشان اللي قائل القران خالق الطباعه وعارفها من ان الذين اي اجرموا اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف يا أخويا خشلنا على جناحك يبقى مش عارف أعمل لنا إيه أنت عايز تطير عايز يعمل والي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ده شوف الفساد جاي منين؟ مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخروا ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم عزقوه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال دول اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا بيقول العقاب ايه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعمل؟ يعني خدرنا نجازيهم يعني خدنا لكم بطاركم خدنا لكم حقكم يقولوا خدتلنا حقنا يا رب. نعم. فالجماعة اللي اتخذوا الدين هزوا ولعب كده وبعدين عملوا إيمان نفاقا اوعوا تأمنوا له. يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء دول فاقعين ولا النجوم لدينكم بالهزء والايه السخري برضو يكون عندكم ايه عندكم يقظة. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين ايمانا حقا فليجب ان تكون عندكم يقظه الايمان. يقظه الايمان تتنبه الى ان صحيح احنا ما نوليش يهود ما نوليش نصارى وكمان ما توليش اللي جه يتمسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا اسلام علشان ياخد حقوقه الظاهريه وقلوبه مع مين؟ من الغير. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى تقوى الله إنك أنت تعمل المنهج مش كده؟ وتحاول أن تستبقي
للمنهج مناعة اقتداره في الوقوف امام خصومه. وده بايه؟ بانك انت لا تدخل في حماية المنهج ولا في الحساب عليك من لا يؤمن لا من يهود ولا من نصارى ولا من الايه؟ ولا من كافرين ولا من منافقين. يبقوا كم عنصر دلوقتي؟ يهود، نصارى، كافرين، المنافقين الذين يتخذون الايه؟ الدين هزءا وايه؟ ولعبا. واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. برضو تكملة اللي بيستهزئوا. اذا ناديتم الى الصلاة، ناديتم، النداء ده معناه ايه؟ بس دعوة بجهر، دعوة ايه؟ يبقى النداء قبل المناجاة، المناجاة انت سر له كده مش كده؟ والمناداة يبقى ايه؟ دعوة بايه؟ بجهر. وتلك الآية تثبت ان الاذان مشروع بالقرآن. يقول لك الاذان شرع بالايه؟ بالسنة. نقول له لا، هذه الآية تدل على ايه؟ على انه شرع بالقرآن، او اقر القرآن تشريع مين؟ تشريع الاذان بالسنة. واذا ناديتم الى الصلاة، لانهم كانوا يقول ايه؟ اهم يا اخوة صاحوا صياح الحمير، صاحوا ايه؟ صياح الحمير. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون؟ ام قال لك لا يعقلون. طب ما هو العقل؟ العقل هو الاداة التي تؤدي مهمة الاختيار بين البدائل. الاختيار بين ايه؟ بين البدائل. ايه يعني الاختيار بين البدائل؟ دي تتعمل ودي تتعمل، لكن نعمل دي ولا دي؟ يوم العقل يحكم المزايا دي ايه ومضرها ايه، ودي مزاياها ايه ومضرها ايه، وياخذ الراجحه. يبقى مهمه العقل ايه؟ الاختيار بين الايه؟ بين البدائل. ايه اللي يخلي العقل يخرف في الحكم؟ انه يريد ان يكون له هوى يخدمه الفكر، يكون له هوى ايه؟ يخدم فكره. يقوم يخلي العقل دائما يجنح لمين؟ ولذلك آفة الرأي الايه؟ الهوى. الرأي ما ينتهي اليه العقل من ترجيح بديل على بديل. ايه اللي يفسد هذه المسألة؟ الهوى. الهوى يعني كونك تحب انك تعمل، تقوم دائما تميل في الايه؟ في البديل ده. قال لك او شوف بقى، ما تميلش في البديل الا اذا كنت تريد ان تخدم هوى عندك. وما دام عايز تخدم هوى، يبقى انت عايز من يكبح جناح هواك. عايز من يكبح جماع الهوى، يبقى لازم العقل هو اللي يعمل العمليه دي، لان اسمه عقل. عقل يعني ايه؟ العقل ماخوذ من عقال البعير. عقال البعير بيقيده كده بحته الحبل في ركبته عشان ما ايه؟ الله. تبقى انت عايز العقل عشان يكبح جناح هواك، مش عشان يبرر لك هواك. يقول لك لا بلاش دي، بلاش دي، يعني يبقى بيعقلك ولا لا؟ ما دام بيعقلك بيمنع عقلك، بيمنع ايه؟ من انه يرمح. تقول له لا. اذا الذين يريدون العقل تحررا في الفكر ينطلق كده، يقول له ما انتش فاهم كلمه العقل نفسها ايه؟ ده كلمه العقل جايه علشان ايه؟ تمنع مش تكترئ. تمنع مش ايه؟ تمنع ايه؟ تمنع الهوى الذي يتسلط عليك ليجعل الفكر مبررا لهواك. لو كانوا بيعقلوا نقول لهم تعالوا، الاعمال اللي انتم بتعملوها دي عمر نفعها لكم المظنون قد ايه؟ يا كافرين، يا يهود، يا نصارى، يا منافقين، العمليه اللي انتم بتعملوها دي عمر نفعها قد ايه تنفعكم؟ افرض يا شيخ انها هتنفعكم دنياكم. طب ودنياكم عمرها قد ايه؟ ما تقدرش تحدد، ما فيش واحد يقدر يحدد ايه دنيا. ادي اول حاجه. ليه؟ ام قال لك لان دنياك هي ايه؟ قرب 100 سنه؟ ابدا. دنياك عمرك فيها. والا افرض ان الدنيا عمرها مليون سنه، وانا مالي؟ تبقى الدنيا عمرها لي. طب وانت عمرك تحسبه قد ايه بقى؟ طب ده هو الله ستر سببه وستر زمنه مش كده؟
وستر كيفيته عن الخلق علشان كل واحد ساعة ما يغمض عينه يقول قبل ما فتحها يمكن اموت، يبقى ماشي مكتمل الصحة ومش عارف ايه، وعيل مجنون سايق سيارة كده يروح ايه مخرم عليه ايه؟ واحدة خرقاء حتى تقول في البلكونة كده، وبعدين جت تمد ايدها البيت راحت وقع عليه نازلة على فوق وموتها. الله، ولا ميت ولا حاجة. الله، تبقى ايه الدنيا بقى دي قيمتها قد ايه هي؟ لحظة. يبقى انت يصح انك تاخد متعتك لحظة، ممكن تكون لحظة واحدة، وبعدين تسيب المتعة الابدية ديك هذه. يبقى ده حكم عقل، ده يبقى انت ما بتعقلش بقى، يبقى انت ما بت ايه، ما دام عايز تختار بين البدائل، ده اختيارك بين البدائل يشوف انه الانفع والاخلد والاعمق. فلما تيجي يبقى كافر، يبقى منافق، يبقى يهودي، يبقى نصراني، عشان يحقق له منفعة في عمره. عمرك قد ايه يا سيدي؟ لما تيجي تحسبها تقول له ما نعرفش بقى، او ما تعرفش، دي هي السبب في ان الله ابهمه زمانا، ابهمه مكانا، ابهمه سببا، ويدينا مثل في الكون. واحد ينزل وهو جنين ابن يوم، وده ابن يومين، وده ابن ثلاثة، وده ابن شهر، وده ابن تسعة، وده يبقى طفل يقعد مش عارف شهر، وده يقعد الله. في كل لحظة من لحظات العمر يوجد موت، ما تسلسلها كده، في كل لحظة من لحظات العمر يوجد ايه، وفي كل لحظة موت بلا مقدمات اسباب، يعني مش له سبب ولا بتاع ولا ايه. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى حين يبهم الله امر الموت بيبين بيان واضح، لما يداري اسبابه كده. ولذلك تشوف واحد مريض يمكن يقعد مريض 10 سنين، وواحد صحيح يموت. وقد ذهب الممتلئ صحة وصح السقيم فلم ايه، فلم يذهب. الرجل العربي لما شاف الجماعة اللي كان يعرفهم في القبيلة ولقاهم عجزوا كده وهو لسه شباب، ام بس لهم كده قال ايه، اختوا ايه يعني استحصدتم، يعني استحصدكم يعني ايه، يعني انا وقت حصادكم، ما عادش بقى فيكم فايد. يقوم الرجل الشايب يضحك عليه يقول له وتقتدرون، يعني تتاخدوا انت حاضر. شوف ازاي قال له ايه، ايه استحصدتم، يعني انتوا انا ايه، خلاص بيتم كالكعينوا واوان الحصاد قرب. ام قال له وتقتدرون، يعني تتخذوا انتوا لسه ايه، انتوا لسه خضر. مفهوم كده؟ يبقى اذا الذي يبيع اخرته